من الأربعة للستة متاع العشية على الحياة فام مع المايسترو. مع المايسترو يتجدد اللقاء مع بعضنا، وماذا بينا أي واحد يحب يتدخل مرحبا به على رقم الهاتف 70 035 120، وأيضا على الموقع على موقع الحياة فام نجموا على الصفحة الرئيسية لإذاعتنا وتنجموا بكل وسائل الاتصال الاجتماعي. إذا نواصل حديثنا على المايسترو الكبير رضا القلعي بعد ما استمعنا وتفرهدنا بمعزوفة ممتازة بعنوان جرجيس. كان الفنان محمد عبد الوهاب قبل كان يلحن أغاني بأسماء العواصم وبأسماء المدن، لحن ليالي الجزائر، لحن ليالي لبنان، لحن كثير. فرضا القلعي كانت هناك مثل نوع من يعني المبارزة أو نوع من التقليد الحلو، فلحن أيضا جربة، لحن جرجيس، لحن ليالي الدار البيضاء كما هو عمل ليالي الجزائر. ما شاء الله. إذا للحديث على هالأشياء هذية الحلوة وجميلة باش نتفاعل مع ضيوفي في الاستوديو، وباش يكون ضيفنا المبجل والمكرم نجل المرحوم رضا القلعي معنا على الخط الهاتفي الأستاذ هشام القلعي في هذه الأمسية الطيبة. أهلا وسهلا أخونا هشام. أهلا أخويا، تحية لكم الإذاعة نتاعكم الحلوة وجميع الحضور. بارك الله فيك سي هشام، نورتنا من جديد في هذه الأمسية، وإن شاء الله نكمل ونواصل حديثنا حول المرحوم المايسترو الكبير رضا القلعي، لأنه المرة الأخرى حكينا أشياء ولم نحكي أشياء كثيرة. إذا معنا أختنا السيدة في الأوف كانت تحكي لي، قالت لي راهو سي رضا عنده مع كل غناية حكاية، ما كانتش يقعد يعمل لك يقول هاي باش نلحن، لا كانت فما مناسبات تخلي الفناني يعني القريحة متاعه وجود بالكلمات، وهو كما تعرف الناس كل يكتب الكلمات المرحوم وأيضا يلحن. عندك أيوة هما في الزمن اللي كان زمن الجميل، ومعلش تقول الأغاني قعدت لأنه الكل صدق كلهم بصدق ليه كلهم معناها الفنانين الكل الأغاني كلهم من الواقع، كلها قصص واقعية. أيوة باش نرجعوا لهم القصص الواقعية. رحب بسي هشام. مريوة معك عفو. عايش أختي، عايش. مرحبا سي هشام. عايش مرحبا بيك أختي، عايش كاك ملمة وصحيح اللي تقول فيه صحيح. أيوة أختك السيدة ملمة. أي كون الغناية كانت أغنية والعمل يكون في حياتهم، معناتها في حياتهم المعاشية، معناتها ما فماش حاجة في الحياة اللي يعيشوه يكتبوه، اللي يعيشوه يكتبوه. مثلا نداء الحبايب، الوالد كان يمشي معناتها بويميا، معناتها الفرقة تمشي باش تعمل حفلة في جربة، من جربة في بالهم باش يروحوا يمشيوا يتعداوا القابس، ومن بعد يتعداوا الجندوفة جنة، وبعد يجيوا لتونس ويكلموهم فهمت ولا، يقولوا معناتها حفلة في الجزائر، يمشيوا للجزائر من الجزائر يتعداوا المغرب، من المغرب يرجعوا لفرنسا. دونك كيف يقول الوالدة معناتها راه باش نقعد الجمعة ونجي. أيوة. فهمني؟ أيوة. تولي الحكاية شهر شهر ونص، تولي هي تهز روحها تمشي تدربوها دار عزيزي باش يرحل، يروح لها معناتها الصباح ما لقاش شفت لي حد، تكمل حقي وفهمت عليه، وصبح الصباح كتب لي دار الحبايب تقول لي رحلوا فيه وحشني اللي غايب عني سيني. فهمني؟ وكيما أغنية نرجع لك تسمع فيها؟ مليح، وكما أغنية نرجع لك أيضا قلت لي نرجع لك في خضم معناتها المشاكل العائلية، الوالدة مشات زعما غضبانة ضربوها فهمت ولا، اللي باش يمشي يصفيها واحد يكتب لها نرجع لك لازم نرجع لك تطلع قبل نطلع لك. حلوة 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 ما شاء الله. إذا هاو هذوما تو الحوايج يعني مش موجودة لا في الإنترنت لا شيء، لازم يحكيهم لنا سي هشام حتى ولا حتى المقطوعات تلقاهمش مقطوعات موسيقية مثلا ليلي دار البيضاء هو ماشي المغرب في الكار تتسجل. أيوة. تحضر في الكار وليالي وهران. أي ليالي دار البيضاء حلوة، ليالي وهران أيضا. ليالي وهران يعني يعيشوا معناتها العمل نتاعهم معناتها في حياتهم، تجي الصدفة هكاكا وتتخدم الخدمة ومعندهمش ورقة وستيلو وبير وكذا فهمني، كان جزء من حياتهم يعني الأعمال الفنية مذكرات موسيقية مذكرات يعني حياتهم كلها قصص معناها من الواقع من سبيل الصدف من عاش من حبش نحير القاعدة
انا كنت توا في دفينة عمتي شريفة الله يرحمها، اللي هي اختي طلعة وهي الاخت الصغرى اللي هي سميعة، هي اللي معناتها اللي نجم تقول اللي هي اللي تمزح ياسر في الموسيقى وكذا وتقول له اذا هذه حلوة هذه ما عجبتنيش فهمني. الله يرحمها فوق حمد القلعة الدفنة. بركة فيكم سي هشام وخالص خالص التعازي ليك ولكل العائلة الكريمة. عاش بالدفنة فوق سيد أحمد القلعة. معناتها اليوم اليوم الخيط العائلي معناتها الكل تقطع، معناتها كلهم عمي محمود اللي كان يعزف كلارينات والنعي توفى الله يرحمه، حتى تاج كيف كيف كان يعزف الفيولونسيل توفى، عمي حمد العود توفى، وبابا إذا قلعة توفى وكمل أخته توفيت. معناتها اليوم حسيت اللي القصه معناتها كنت هكا نشم الريحه على عمتي تحكي لي على الوالد وكذا فهمني. صحيح اليوم القصه وفات. لا حول ولا قوه الا بالله. دايما ربي يقعد حي يقعد ذكرى نتاعهم الكل تبقى اكيد. اجا نقول لك موسيقته واغانيه والكل تبقى معناها كانه بون هو هو رحل عنا معناها جسميا، ولكن اغانيه والكل تبقى معناها. صحيح تبقى للتو أكيد. أخي إذا قال ملاك يا ملاك نرجع لك اسمايلتنا عيني شافتك خمتينا، لا لا ما نحبكش يا صفية حبيبي يا غالي حبيبي يا غالي أكيد. يعني كثير الأعمال كثير المعزوفات كثير فهمني. أنا إن شاء الله نتحف الإذاعة نتاعكم توا خاطر جاء الوقت مظلوم، أما ثم برشا تسجيل حلوين ياسر معناتها ترجعك للزمن معناتها زمن الفن كيفاش كان. صحيح كيفاش كان؟ صحيح بالحق. وانتم يعطيكم الصحة للمرة الثانية. واجب. هذا واجبنا. أنا حبيت تعدي الأوبيرات الفصول الأربعة. الفصول الأربعة. فيها ثلاثة أصوات الرائعة. هذه خلية. هذه خلية. هذه المقراني وعليا. وعليا. بحول الله في الساعة الثانية نتاعنا باش نعديو منها إن شاء الله جزء جميل في الساعة الثانية نتاعنا بحول الله. وحبيت اقول لك اذا قلعي يامر بالتجديد اول واحد دخل الالات الغربيه للفرخه، يعني كان محمود الثامن الله يرحمه يعزف قانون واكورديون وبيانو، عمي محمود يعزف ناي كلارينات، بشير جوهر كونتر باس وترومبيت فوالا فهمني. دونك ومن لو ما حفظوهاش وواحد ومن بعد الجمهور تقبلها فهمني، وخدموا هكاك عملوا برشا حاجات فيها الهارموني وفيها الالات النحاسيه الالات النفخ النحاسيه فهمني. دونك عمل حاجه جديده وقتها والله. لاحظنا نحن توا انه في الايامات الاخيره انه الموسيقى في وقت المرحوم رضا القلعة كانت يعني فيها نوع من التطور نجم نقول يعني يضاهي وينافس التطور الموجود في الوقت هذا بصراحه ترومبيت وبالحق. احنا كنا نستعملوا معناتها ناف واحده في الموسيقى. ناف واحده نمشيو عليها، هو استعمل الهارموني استعمل دو ناف. فهمت دو ناف معناتها كان فيها تجديد فيه وعمل هو الموسيقى الكلاسيكيه معناتها الغربيه. فهمني متاثر فهمني. صحيح. متاثر. وبالصدف الفرقه اش فيها؟ فيها اربع هديات. هادي سملالي هادي المقراني هادي قلالي هادي سنهاجي والهادي سنهاجي سبحان الله. عاد نقول له بابا كيفاش تعيط لهم كيفاش تعيط لواحد منهم؟ قال لي الاربعه يتلفتوا بالله. على ذكر سي الهادي سنهاجي الله يرحمه، معناها شنو هي مدى مصداقيه المعلومه اللي تقول انه المرحوم الهادي سنهاجي كان يعني هو البرادروا او يعني من الصديق المقرب هو وسي بشير جوهر واللي هما الثلاثه ساهموا في تاسيس فرقة المنار. الهادي سنهاجي ليه الفضل ماليا. ايوه دعم. دعم الفرقة ماليا، حتى اقول لك فرقة المنار كانت الفرقة الوحيدة اللي تطلع في السنة ما فماش طاولة قدامهم. فماش طاولة. ما فماش طاولة. شنو معناها؟ شنو معناها فماش؟ كانوا قبلنا يحطوا طاولة وماكلة وكذا. اي اي اي. لا لا. هما عندهم يعني انف برستيج. لا لا تطلع على السن تفضل اي. ويلزم عندهم لبستين في العام. عندهم لازم كساوي كيف كيف فهمني؟ ايوه. ويلزم انضباط اللحيه محجمه وصبات مسيرج فهمني؟ وتخرج معناتها يخرج العاطف كي العروس معناتها. اي ما شاء الله. فهمني؟ وانضباط حتى المغنيين بعد ما يكمل النمر نتاعو يولي في الكرات.
ما فماش لي فيديت اللي هما يراو رواحهم وقول لك انا يقول لك انا فيديت انا ما نمشيش كل القران فماش عادي يعربون في بلاصه اخرى ولا هاي نومرو نمشي نعمل نومرو ونجي لا لا نومرو ولا تقعد تما هيك علاش فما كان فما فن صادق قبل أيوة. علاش ايوا وكانت البرايه في الشتاء وصيف البرايه في تمارين فهمتني ولا وتمارين يخلصوا عليهم ايوا عامل هادي صنهاجي يعني كان رجل اعمال ولا كان عنده فلوس ولا شنو معناه كان بس عليه كان متيسر فكان متيسر. يساهم ماديا في يعني ساهم الحق ساهم هو فنان فهمتني الله يرحمه الله يرحمه ما شاء الله الله يرحمه معناتها الناس كانت تخدم الفن الفن للفن فوالا كان سيتان دي في معناتها قبل كان معناتها عندهم اوبجيكتيف يحبوا يوصلوا له ووصلوا له صحيح حتى حتى المرحوم رضا القلعي ما نعرفش كان لما طالب بالاجره نتاعو قبل تكوين فرقه المنار فما مطربه كبيره كانت معروفه في وقتها فتحيه خيري قتلوا من وقتاش معناها الوليدات ياخذوا الفلوس هكا ولا لا ولا كثيره مش حتى على فلوس وقتها نجوميه سيرت سالتينا واحد ولا أيوة. ولا جمهور يعيط يا ذهب وهو يقسم فوالا فهمني اختف الاضواء ما انت اختفنا وهي كل اللي ما عجبهاش الحكايه فهم وقتها جاو الهادي المقراني والهادي سنهاجي قالوا لي انت مبدع واحد هاي نعمل فرقه وابعد معناتها وتعمل اسمك على روحك وحدك واحد ومن وقتها جات الفكره ايوه سي بيان فكره تاسيس فرقه الفكره وكانت فيها يعني تحدي نوع هذاك علاش جبت لك انا الموضوع يعني كنوع من التحدي واللي يوصل يعني الشاب في تلك الفتره الشاب رضا القلعي انه ينشئ وينتج في فرقه المنار على كل هي قصه حلوياتك وطلعوا برشا مغنيين برشا مطربين طلعوا من فرقه المنار صحيح. حتى من اغنيه الفكاهيه كانت تخدم هادي السمليلي اللي طلع البدوي وطلع اسماعيل حطاب نعيس اما نياسر يعني كان يقعد معاهم في الحوان غادي في بحدا خطيب عكاز ومسعود ويمشي ويسمع الفن الشعبي ويسمع البدوي هاي. انت شفت انت تو في التقسيم الصالحي نتاعو ولا سيكا لازم يعمل لك الرنه نتاع الفيديو هذه كانه قصبه تحسها صحيح يعطيك الصحه هو حتى صليحه يعني عزف رضا القلعي في اغاني يعزف في حفله من حفلات صليحه 1958 اي خدمه مع برشا ماهيش وهو اللي طلع زينه وعزيزه على الموسيقى نتاع عبد الوهاب كان يخدم قبل ساعات يستفتح بزينه وعزيزه أيه. الموسيقى تاع عبد الوهاب صحيح سماهم زينة وعزيزة وطلع الغبابي اي حمادي الغبابي صحيح يعني فرقته كانت استعراضية يعني مش كان فرقة تطلع اي وفيها المونولوج الهادي السملالي مترجم وفيش مطلوب وعندي ولدي يا حزان محليها كالترجمة اي حلو بك هذيك الصانع نتاع عمك الهادي السملالي عمي محمود عمي محمود هذاك الصوت عم محمود وهذاك خدموا بها في باريس مع رجال اليهودية اللي غاديك ونالت اعجاب كبير حلوه هي نسمعوا منها شويه اذا ما ترشمينا تبقى معنا تبقى حتى مشكور الله يخليك ربي يخليك نسمعوا منها شويه نحبوا المستمعين الكرام يسمعوا شويه ولنا عوده فيما بعد تبقوا معنا
نترككم مع المايسترو. مع المايسترو من الأربعة للستة متاع العشية على الحياة فام. سعداء جدا، سعداء بكم وبجميع المتابعين وبضيفنا الكريم المبجل خونا هشام القلعي، ونجدوا له باسمي الخاص وباسم إذاعة الحياة فام أحر تعازي في وفاة عمته المرحومة شريفة القلعي الله يرحمها، وإن شاء الله من أهل الجنة. أهلا وسهلا بك من جديد خويا هشام. أهلا أخويا، أهلا عايش بك. ربي فضلك وربي طول عماركم وربي بارك فيك. نرجع معك إذا بعد ما سمعنا عم الهادي السمليلي في هذه الأغنية الطريفة، ونحب نعدي لك أختي السيدة باش تحكي لنا أنت وياها شوي على أغنية سميرة يا سميرتنا. إيش قالت أختي السيدة؟ تفضل سيدة. مرحبا. أهلا. بون، إذا حسب المعلومات اللي عندي واللي حكيوها معناها هو ألف على مدام سميرة على الوالدة قبل ما يتزوجها، أقلي ما زالت تقرأ، قال له شافها معناها متعدية هي وقت اللي تقرأ، ويقولوا أنه وقتها بنزلت حتى بالطبلية وقتها متعدية وشعرها تبدأ ظفرته صغيرة، فعجبته طلع على سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا. ما شاء الله. كانت القصة تقرب تقرب. هو كيفاش تعرف عليها؟ أيوة، هو كان البشير رحال الوالد متاعها، اللي هو كان حاج كلوف مع حمودة مالي. صحيح. كان عنده المسرحيات في المسرح البلدي. أيوة، فهمني. جاتوا فكرة اللي بين الفصول مكتاف التول المسرحية. صحيح. يعملوا أمتي تونتراكت معه. يسكروا الريدو. فوالا يا رجل. حد يشرب ماء واللي حد يكافي سيجار واللي يتحرك سقيها الناس شوية. بالضبط. دونك حب يعمل شوية بريتاج معناتها، قال لك هاي نعملوا انفو. كلم الوالد وقت صغير قالوا إجا عملنا تقاسيم في المنتراكت، عملنا حوجة بك منجا. أيوة. اخي ولات الناس تستنى في الكونتراك، كل يستنى في الكونتراك ما عادش يخرج ما عادش. من خلال تعرفوا بشير حاله، تعرف على علي، صوت علي، قالوا له عندي بنتي عندها صوت خلينا نسمعها. ايوه بالك تعطاها حتى معلم تاع ظلموني حبايبي. دونك تعرف على شيخ الوالده. ايوه عجبته. وبدأت القصة الحب كما يقولوها، حبها ياسر، حبها ياسر، سيحها على حب زواجها. صحيح. هي معروف شبابها ياسر إذا قلع شباب، فهمني. وكانت حكايتهم قصة حب كبيرة، فهمني. دونك في الإبوك هذيك عمل لها سميرة، كان عمل ملاك، يا ملاك ملاك هذي بن صاحبه توفيت صغيرة، فهمني. فهمت. إلى جديد معناتها الغناء هذه للملك. أخي بالطلوكازيون قالت إذا ما عملت ليش حتى غناء. أخي عمل لها سميرة يا سميرة. سميرة يا سميرة. فهمني. ساعات مالا تعاركوا بمغيارة يغيروا ياسر على بعضهم. عمل لها الغيرة اللي فيك شايفها في عينيك ودي تخبي عليا. الغيرة محلاها من عينك الراها. كلماته هو كلمات المرحوم؟ هاي كلمتها كلماته. ما شاء الله عليك، طبيعية حاجة. هاي عملها انتي ولا بلاش. انتي ولا بلاش. ما تمش غيرك انتي، انا قلبي ما لقاش. فهمني، انا اسيرك انتي ظلمتي ولا خنتي. فهمني. وبداك المنتاج كي واحد يحب. فهمني. مخه يولي يعطي اكثر. فهمني ولا غالط انا. بصراحة كي تبدأ الحاجة واقعية وتبدأ فيها صدق. صدق. إيك علاش الحقيقة هو الحقيقة، حتى الحب أيام زمان مش كيما الحب تاع تو. بالحق. الحقيقة. مش هي تعرف عمي ما سمعت أمي تعيط لي ذا. إيش تعيط؟ سيري ذا. والله تعيط سيري ذا. القدر. رغ ايوه تفضل سيده. يا دار الحبايب سي هشام، يقولوا انه هو قعد برشا في الجزائر تقريبا 3 سنين في الجزائر، ومن بعد وقت اللي جاي ما لقاهش في الدار يا اخي. مش 3 سنين، لا مش 3 سنين، لا بس دو اموا اموا يدني، فهمني. بعض الاشهر ما كانش يغيبوا برشا، لكن كم هو كيمشي، سامحني، كيمشي للجزائر سفير المغرب يجي يقول لك مستدعي عند الملك، يمشي المغرب.
فهمني؟ في المغرب اش فيها؟ فيها جالة يهودية كبيرة، يقولوا لك تمشي لباريس. اليوم غادي يمشيوا لباريس. فهمني؟ إي معناها قالوا طويلت الرحلة. فوالا ما كانتش بروغرامي فوالا. فوالا طويلت الرحلة. يمشي على شهر يقعد أربع شهور. شنو نقصد؟ معناها هو ربما ما قعدش في الجزائر، أما قعد برشا معناها في الرحلة. لا قعد برشا، قعد برشا. إي فوالا. نقعد جمعة. تسوي باش نقول لها نقعد جمعة ويطول أكثر من شهر، شهرية. شهرية. دونك معناتها فهمني. دونك وقت يروح فهمت ولا روح ما توحش مرته وولاده وكذا فهمتي كتبها فهمني. هي جات متغشة قالها اسمع هذه يا سميرة اسمع هذه وما تكلم. وبعدين تعاركوا ايوا. المفارقة هي في البياتي والمقام البياتي اللي با نوستالجيك ماهوش نوستالجيك برشا ما نعطيش الحزن. بالحق جيت تحس الحزن على البياتي فهمني. اي بالضبط. هنا الخدمة وكل سهل الممتنع. السهل الممتنع فهمني. وكان تشوف المدخل نتاعو، المدخل نتاعو مش يدخل طول هذا الحبايب الموسيقى تم تمهيد تقاسيم محلاها المقدمه الموسيقيه محلاها اي حلوه برك. يدخل القانون يدخل ديجا ماشي مع الطبقه ماشي مع الهنك نتاعها ماشي مع الميزان ماشي مع المقام. يحب باب التمهيد يحب يحضر للمغني فهمني. ما يعملش غير طول هكاك. سي هشام بالله نحب نسألك سؤال. فماشي أغاني، فماشي بعض الأغاني اللي لحنهم سي رضا القلعي ولكن قعدوا ما تغنيوش، خاطر نشوفوا في مصر مثلا تشوف فريد ولا عبد الوهاب ولا فما برشا أغاني مازال قعدوا مش ما تغنيوش معناها عند العائلة. فماشي عند سي رضا القلعي أغاني ما مازالوا، وإذا كان موجودين أغاني تفكروش أنكم تعطيوهم الأصوات توا معناها أصوات مزيانة تكون. أنا عملت نداء اللي حب يغني فهمني مرحبا. ثم جاونا دي بروجي هكا فهمني وان شاء الله نكور. اي ثم اغاني مازالت ما تغنيتش ملحنه ما تغنيتش معناها شنو ما تغنيتش جمله معناها ايه من كده اي ما تغنيتش معناها والله هو قبل ما يتوفى عنده اغنيه اخرى بدا فيها ولا غالب ربي يخليهم تاعو ما كملهاش ما كملهاش كان هذيك معناها ما كملهاش يلي سهرتني الليل حتى الفجر وما يدوم في الواد كان حجر بدا فيها معناها بدا فيها وما ما تيسرش ما كملهاش بدا فيها. خذيت له وقتها كراسه نتاع موسيقى باش ينوت واحد وتعب وقد فهمت. اما ثم اغاني ينجموا يتعاودوا معناتها حلوين نكره. والله انا سي هشام ضد باش تتعاود الاغنيه على خاطر الحقيقه اللي باش يوزعها من الجديد مش بشي بعملها خير من صاحبها معناها الحقيقة. أنا برشا الحقيقة وزعوا أغاني كيما تو كيما عدنا نشواشي أنا ابكي يا عين مثلا تعجبني كي تعاودت ما عجبتنيش الحقيقة. كل ما عجبنيش كل ما عجبنيش أي الحقيقة ماذا بيت يغنيوها يخليوها بطريقة صاحبها الحقيقة خاطر مش باش تتعاود ما أحسن منه. أي لا لا ما تعويده لا اسمع تعويده تم أنا أصوات لكن راهو هذا قاعد أنا أصوات عندنا اصوات كبار عندنا اصوات اما تبقى في الالونجمون في التوزيع وفي الاعاده انا نشد التريح معناتها ما تعدى الا ما كيما هي كيما يلزمها تكون كيما هي يخليوها هي كيما هي علاه يوزع فيها من الجديد ما خليوها هي كيما عملوا حاجه اخرى وخليهم تاع الناس للناس. الحقيقه بصراحه انا ضد الاغنيه اني تتوزع من الجديد. لكن شفت مثلا اغنيه في عينيك عنوان يبدا فيها المرحوم عبد الوهاب هذاك بدا فيها وكملها لا كملها محمد الموجي موجي وكمل محمد الموجي علاش ما نعملوش نفس الطريقه نحن نشوفوا هذيك ما كملتش خاطر سي سفيان ايه عنده تو المرحوم رضا القلعي غنايه بدا فيها وما كملهاش اي هذيك يمكن. ممكن اذا كان نلقاو ملحن به معناه كيف يمشي في نهز المنهج صحيح في نفس تو كيما محمد الموجي والله ما بين مش معناها ما بينش اللي هي كانت من الاول هال يخدم على نفس ال معناتها ما نجحش ولا نجح؟ لا نجح بالعكس. شكون تحكي انت مدام؟ تحكي على محمد الموجي اي مش قمه الموجي وكمال طويل بالله شنو باش نعلقوا؟ محمد الموجي كي يتكلم موسيقى اكيد كي يتكلم موسيقى بالنسبه قابلته جابته عليا هون ما شاء الله شفتك الصوت الحلو اللي عنده زاد الموجي كيغني حتى كيغني حلو الغني صحيح صحيح
يغني صحيح ياسر، قالوا كان مشو عبد الحليم كنت غني الحاني وحدي. هو في الاصل بروجي كان هو مغني وحتى كمال الطويل يغني راه اي الموجي كمال الطويل يغني بليغ. وما خلاص عبد الحليم في البروجي ماهوش معناتها مغني فهمني. يا اخي سبحان الله فهمني ما هو بالحق حليم. يعني كان الموجي يحب يغني وكمال الطويل وعبد الحليم ما كانش باش يغني، كان عازف ايه صحيح. هذاك الفرقات راه في الموسيقى راه، وهي شوف سبحان ربي التبخة الكل في مصر وفي تونس جات فك الحقبة هذيك حتى العام 70 حتى السبعينات والفن ما بعد الحق جات بالنسبة لتونس جات صحوة، جات صحوة أصحاب وناصر صمود وطلع عبد الوهاب الحناشي وطلع تامينة فاخت وطلع ذكرى وطلع فك الحقبة هذيك متاع التسعينات صحيح. ذكرى صوت ذكرى ما عادش يتعاود كل صراحة. أنا حسب رأيي عبد الرحمن العيادي عبد الرحمن العيادي اللي بعد الوالد هو الوحيد اللي ينتج قطاع من الموسيقية ينتج التوى معناتها هو الوحيد معناتها اللي قاعد ينتج. جاتك الحقبة هذيك ولا غالب ومن بعدها ما خلنا التالي ما فهمتش علاش، وزاد نحات فرقة الإذاعة وفرقة صفاقس الحلوة حلوة فرقة صفاقس ياسر حلوة. كانوا الحفلات وكان الجاموسي الله يرحمه فهمت ولا كان من تحمل وخاطر الأقطاب المعنى توفى وكل هيك إيه، لكن الأقطاب هذوما كانوا يعني فما ظروف تهيئت لهم أنهم خدموا وأنهم يا خيت وينوا القصبجي هاي. وينوا رياض الصنباتي ما فماش باش نحكيوا على الظروف. شنو هي الظروف؟ الظروف هي أنه يعني نقصد مع نقصد كي تلقى الظروف منعزمة الظروف معناتها الظروف الماليه ولا لا هو ولا التجاره ولا تباز الحقيقه ولا التجاره ما عادش يغني معني يالف اغنيه يلحن اغنيه معناها ايقاعيه ما فهم وين هي. شفت التقنيات اللي تو توجدت تقنيات ساهمت يعني نشوفها من منطلق يعني راي خاص اني ساهمت في النزول بالذوق العام للموسيقى ياسر الحقيقه ياسر النزول بالذوق العام ياسر كل شيء ولا ملتي بيس وكل شيء يسجل وحطه كيكه انت كتسمع البريت ما نحبش نسمي نتاع صوت زعما صوت البريت قبل ما يتطفى ما يتسميت سميت مش ما يتعديش راس انت اسمع يا اخي باش تدخل الاذاعه راه باش تدخل الاذاعه كسمه كونترول على الكلمات وعلى اللحن وعلى الاداء صحيح مش اللي يجي يقول استديو ساك يسجل لا وتوا نشوفوا مثلا كي تسمع محمد عبد الوهاب من غير ما يغني يا تقول هذه الاغنيه لمحمد الموجي هذه الاغنيه للبليغ حمدي يعني هذه الاغنيه رضا القلعي هذه الاغنيه اي تو كنت تسمع اغنيه ما تعرفش لشكون بالحق الشخصيه كانوا بس تكون فيها فيها الواحد والملح واحد والتابل واحد كل واحد تو تخلط وكل واحد انا ما حتى في الاصوات يا اخي شكون يؤدي كيما يوسف تميم لا أوه يا حسره ولا يؤدي في نفس كيما الهادي جويني الهادي قليل انا قداش يعجبني انا مطربي انا مطربي الهادي قليل يكون عنده كرجومه كيما الهادي المقراني الهادي المقراني مقدي يغني من لافايات تسمعه في الباساج مش نعم ما الهادي المقراني وما ادراك ماله طبعا بتاعته نورما انت عنده صوت يلعب على القرار على الجواب على صحيح مدرسة كانوا مدارس كان يغني فريد الأطرش الهادي قلال كان قال ما هذاش المقرأ اسمه الهادي قلال وقت سجلوا فريد فسخوه خاطر تخلطت الأمور لا يقولوا هذا فريد مش صوته أداء قريب والله ما صار من عش سي هشام ما عش عندكش بالصدفة يعني في سهرات خاصة خاطر نشوف ساعات في مصر فما بارشة سهرات خاصة مش معروفة إلا عند البعض معنا عندكش أنت بربي الهادي قليل يغني فريد أبعثه من الإذاعة حياة أف أم إن شاء الله كان أنا قاعد نعم في رشال قلت ربي ما ندخلش عليكم ميرسي مسبقا ميرسي الله يخليك ميرسي ان شاء الله نتحبكم ان شاء الله نتحبكم يعيشك يا سي هشام على المعلومات الله يخليك شكرا ربي فضلك يا سي هشام واخذين لك من وقتك اليوم وانت رغم اللي ظروف يعني جت اولا معناها انت اعطيتنا من وقتك الكثير وان شاء الله نتواصلوا دائما وتعطينا كل ما يهم الوالد ان شاء الله وكل ما يهم تاريخه نحبوا نحتفظوا به عنا في برنامجنا وفي قناتنا وشيء يفرحنا في اذاعتنا انك تكون ديما ضيفنا سيدي الغالي سفيان تتكرر اذا القلعي ايوه انا نقص عندي تقطع نقص كل شيء
ربي يفضلك. ربي يخليك. نعرف. ماشي انا عامل عليك فضل، لا لا لا، وقت تجبد الوالد انا كل شيء يقف عندي، الدنيا كامله تقف. فعلا والله ما ترددش سينا اخونا هشام وقت طلبته، رغم اللي في تشوف في ظروف كل شيء، قال لي في كل وقت، وبعث لي الصور وبعث لي التسجيل وبعث لي الدنيا الكل، ونشكروه على هذا وعلى التعاون نتاعو. شكرا لك. في لحظه بركه، لحظه دو سكوند. تفضل تفضل خذ راحتك. صار وقت جاتهم كرتوم. ايوه وقت جاتهم كرتوم، صاروا قالوا لها تستدعي دار قلعي يكون كومبانياتور وعليا كان يامنوا بهم. ايوه وجات وعمل لها فكروني في القصر، طلعت له نساء ام كلثوم وقالت له بلاستك بعد الحفناوي. الله 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 يرحمه. الله يرحمه. نعم الله يرحمه. فكروني تهزت وتفضل ام كلثوم ما شاء الله. بعد وقت اللي حاضر روحه باش يمشي يكلموا الرئيس بوقيبه الله يرحمه، قالوا له كيفاش رضا طلع يمشي وولدنا يمشي، فهمتي ولا حسيت له عيط الرئيس، قالوا له قالوا له ما ما ما, 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 ما تمشيش، فهمني. ايوه طبعا طبعا. عليه عليه ما خليهاش عليه. كيفاش يعطيه ثروة؟ هكا حسيت برشدي مشيت وبرشا معناها عليه. ثروة وطنية رضا القلع. هكاك قالوا له ما تمشيش. بالعكس ولا خسارة. على كل على كل ربي يوفقكم في الخدمة نتاعكم. ربي يفضلك وربي يبارك فيك. وان شاء الله كل جمعة نتبعك ان شاء الله. ان شاء الله معرفة طيبة. مرحبا 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 بيك وشي يشرفنا، ويبعث لك الرابط يعني اليوم تاع الإذاعة متاعنا باش ديما تكون من متابعينا وتتدخل معنا وتثرينا وتزيد تثري الحوار متاعنا، وهذا شيء يشرفنا وربي يفضلك وربي يبارك فيك، وإن شاء الله تبقى في الاستماع معنا ويعطيك الصحة. صحيتي للكل. عايشك ربي يفضلك. عايشك ربي يخليك. إذا يعطيكم الصحة مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع على طول إلى برنامجكم مع المايسترو. مع المايسترو من الأربعة للستة متاع العشية على الحياة فام. سيدة مع المايسترو. قبل ما نتعداو الراني اللي باش تسمعنا توا أغنية، نحبك أنت تقول لي الحصة شو اسمها ترى؟ مع المايسترو. مع المايسترو. مع المايسترو. أيوه شكرا يا سيدة يعطيك الصحة. إذا توا نسمع مع بعضنا رانيا باش تتحفنا بأغنية في المباشر. خلي رانيا هي تقدم روحها وتقدم الأغنية وتقدم الدنيا الكل. باش نغني لكم يا بنت الفلاح. أيوة. كلمات وألحان رضا القلعي المايسترو نتاعنا. رضا القلعي. رضا القلعي واللي غنيها رضا القلعي. رضا القلعي. إذا باهي نسمعوا مالا في المباشر ترى. يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك، يا بنت الفلاح. يا بنت الخلة والملية والخلخال الذهبي، والخلخال الذهبي، والخلخال الذهبي، حرقت لي قلبي يا لله وبزينك العربي، وبزينك العربي، وبزينك العربي، يا بنت الخلة والملية والخلخال الذهبي، والخلخال الذهبي، والخلخال الذهبي، حرقت لي قلبي يا لله وبزينك العربي، وبزينك العربي، وبزينك العربي، راهي حياتي ليك واسم الله من عينيك، راهي حياتي ليك واسم الله من عينيك، يا بنت الفلاح. بنت القمح وبنت شعير وبنت الزيتونة، وبنت الزيتونة، وبنت الزيتونة،
حبك عندي والله كثير، سمرة يا تحفونة، سمرة يا تحفونة، سمرة يا تحفونة، بنت الجمح وبنت الشعير وبنت الزيتونة، وبنت الزيتونة، وبنت الزيتونة، حبك عندي والله كثير، سمرة يا تحفونة، رانيا يا تحفونة، سمرة يا تحفونة، وراهي حياتي ليك واسم الله من عيني، وراهي حياتي ليك واسم الله من عيني، يا بنت الفلاح، يا بنت الفلاح، يا حليلي من عيني، يا بنت الفلاح، يا حليلي من عيني، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، يا بنت الفلاح، يا حليلي من عينيك، يا بنت الفلاح. شكرا شكرا شكرا، صحة يعطيك الصحة، يعيشك يا سيد دودة، احلى صوتها فيها. اذا يعطيكم شو رايك سيدة في الاغنية الحلوة؟ حلوة، عندها نبرة مزيانة برشا في صوتها، عندها نبرة مميزة، عندها حتى يتغني صحيح. أيوة. لا تغني صحيح وترد في مكانها وفي نفس الطبقة، يعطيها الصحة. إن شاء الله عجبتكم هذه الأغنية مباشرة مع عند رانيا، باش نتحفوكم توا بعمل من أعمال المرحوم رضا القلعي، واللي كان اقترحوا علينا نجلو الأستاذ هشام القلعي، وهو فيه محاكاة إلى جانب كبير من الموسيقى الكلاسيكية الغربية، لأن تكوين الفنان رضا القلعي هو تكوين أكاديمي غربي، درس فيه الهارموني والكونتربوان والموسيقى بمختلف فروعها، فجاءت ولادة تجربة جديدة بعنوان الفصول الأربعة في شكل أوبيريت حلوة، نسمع منها شوية وراجعين.